الجماعات المحلية هي من الجماعة القروية حتى الجهة وحتى النظام الفيدرالي في بعض الدول الإفريقية وغير الإفريقية، ولهذا حضور يعني الجهات المغربية في هذه القمة الثامنة للمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا يعني حضور طبيعي، لأن الجهة كذلك جماعة ترابية. ولكن أكثر من هذا النوع أو هذه الصفة الطبيعية ديال الحضور ديالها، لأن تنعتبر أن الرهان المستقبلي يمكن له ما يمكن له يتربح إلا إذا كانت واحد التنمية أولا كتشمل الحضاري والقروي، ثانيا كذلك تأخذ بعين الاعتبار كل ما هو خصوصيات وتكون قريبة من الساكنة ومن حاجيات الساكنة. إذا أخذنا المغرب مثلا، حاجيات يعني الجهة الشرقية ليست بالضرورة حاجيات يعني الجهة الجنوبية، فما بالك يعني عندما يكون البلد أكبر من هذا في الحجم. وهنا فعلا نريد أن تكون الجهات كذلك عنصر فعال في هذه المنظمة ببحث يعني كيف يمكن أن يكون هناك خلق آلية، لا أدري ما هي، هل فرع، هل شبكة، سنبحث هذا مع النظراء الأفارقة الذين يشاركون في هذا المنتدى، ويكون لنا يعني لا أقول تمييز ولا استقلالية عن المنظمة، إن المنظمة الأم هي هذه، وهناك منظمة أخرى مماثلة على الصعيد العالمي، ولكن أن يكون فضاء للجهات لطرح بعض المشاكل التي تخص الجهات بالخصوص. ليس حزب الملتقى حزب الذي هو شريك لهذه المدينة ولبلاد المغرب، لكن كذلك لا بد من التذكير أن هذه المنظمة وهذه القمة الثانية هي القمة الثانية التي عقدت على أرض المملكة المغربية، وهذا بطبيعة الحال إن كان شرف للمغرب فهو يجسد ماذا تعلق المغرب بعمل الجماعة التراب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.